ضيوفنا الكرام القصيدة الآن للشاعر علي بن منير الحارثي، فليتفضل مشكورا. الله يمسيكم بالخير. الحقيقة ما فينا ضيوف، كلنا مضيفين بالصف واحد والداعي واحد، وابو خالد مشرف الجميع قدام، مشرف عتيبه ومشرف شبابه كلهم، والله يكثر من امثاله. لا 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 لا، كلنا عزوة شبابه في المواقف المهيلة، اندعيتوني عتيبي واندعيتو حارثي. لا إله إلا الله مبداي وأعظم ما نقول، ويا صلاة الله وتسليمه على وجه الرسول. من بعدها جابني دعوة عزيزين الجناب، المسافات الطويلة ما حسبت لها حساب. يا حمود أبشر بعزك واحتزم بي يا حمود، والله انك ما تضايق دام راسي في الوجود. كلنا يسد عتيبه في لزومك حاضرين، ما تغيرنا الليال ولا تغيرنا السنين. كلنا صفك ليا صار النهار الكارثي، لا يهمك شي وطنخ يا خوي الحارثي. مرحبا باسم عتيبه واسم سدهم بالجميع، واثني الترحيب للحضار من صدر وسيع. مرحبا بضيوفنا اللي شرفوا من كل صوب، في محل عامرينه بالكرامه والوجوب. كلنا عزوة شبابه في المواقف المهيلة، اندعيتوني عتيبي واندعيتو حارث. يا لا 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 لا، اندعيتوني عتيبي واندعيتو حارثي. سلامتك.